أعزائي المشاهدين، مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج النانا. اليوم إن شاء الله نبو نحكو على حوايج كلكم غالية عليكم. مش غالية، هي غالية غالية غالية، لا لا، هي إحنا نحسبوها المعركة الأبدية. المعركة الأبدية ما بين، سامحوني يا عزيزاتي، بين الكنة وبين العزيزة وبين أولي هي أم الزوج، وبين الكنة وبين السلفات، وبين الكنة وبين الحماوات وبين السلفات في بعضهم. يقولوا مركب السلفات سارت، ومركب مركب الضراير سارت، ومركب السلفات حارت. احنا نبغوا نتكلموا شو اللي يخلي فيها القصة راهي أبدية وما بتشتنتي، شو اللي خلى ان احنا دائما في الصراع اللي ما يباش يوقف ما بناتنا. خلينا نبدو بالكنة والعزيزة اللي هي أم الزوج. بصراحة مرات خص كان عاد يبدأ لسوء حظها، هي يبدأ وراس ولاد وما عندهاش من غيره الغالي هذا اللي طول عمرها تربي فيه كل شبر بندر. يا ويلي الكنة اللي بتجي، يا ويلي الكنة اللي بتجي، لأن هذه حاسة إن هي فعلا فعلا حتاخذها الولد هدايا. وراهو زي ما غنت وقلت لها: ما تفرحي يم الولد، تكبر بنتي تاخده تسكن بيها على السند واحسن رزقك ناكله. فتحدتها من زمان، وفعلا فعلا كبرت واخدت ولدها وقلت لها: توا انوريك. يقول الرمش، كيف الرمش؟ يعني قعدت الكنه يا ويلها تبي تحلود على الولاد، بتدير ادوبها وما عادش تبي تخليه يقرب جهة أمه ولا جهة أخواته ولا جهة عيلته، وتبدأ تتحرود عليه وتدير عليه إحنا نقوله أحلويقة، ديرت عليه حلويقة باهي والله. تبدأ هو تبدأ أميمته حتى هي تدير في حلويقة على ولادها، البنيات يديروا في حلويقة على وخيهم. فشن تصير القصة؟ بيبدأ هنا الصراع. راهو يروح هو من الخدمة، أمك قالت لي، أمك جابت لي، أمك كشخت علي، أمك دار، أنا والله ما عاد قاعدة فيه. وتبدأ هالاستوانة ويبدأ الغشاش ويبدأ انكد حشاكم. يروح لي أمه تقول له: راه اليوم مرتك شادة دارها وهي توش وتكش، وهي لا طيبت لا عولت ولا قضت لي يا ولدي حاجة، راني ني قاعدة وأنا مريضة، لا من جاب لي دوي ولا من أعطاني مكلتي. وتبدأ الاستوانة متاع، إحنا ما بوش نقوله الاستوانة متاع الأمهات، لأني حتى ني عزيزة زيهم وتبصير فيها الزعل مني. لكن خير خليني نقول لكم يا أخياتي، يا إحنا نقوله يا عزيزاتنا السمحات الجنينات، إن شاء الله نكون أنا واحدة منهم. يلا أنا نقول مرات تبدأ فيه عزيزة تبدأ كلوفية شوية. كيف تبدأ كلوفية؟ بصراحة قولك تبي هنا ولادك، هني روحك، حاولي أنك أنت تخلي ديما في مسافة بينك وبين مرت ولادك، عامليها باللطف، ديريها في مكان بنياتك. بنيتي جيبي لي ترى ديك الحويجه، بنيتي الله يقوي يساعدك ترى جيبي لي اميها، بنيتي الله يرحم والديك يا للا ترى جيبي لي ديك الحويجه. شوفي مقنينه الاسلوب يا 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 عزيزتي، يا سمحه، يا اختي، يا حاجه، هذه هي الاسلوب. وتبدا مثلا كان جابت لك حويجه، الله يرحم والديك، الله يعمر عليك يا بنيتي، الله يعطيك صحيحتك يا بنيتي، ان شاء الله خدامك من حزامك زي ما تخدمي فيا. كان انت مريضه وعازه وغسلت لك، الله يرحم والديك، الله يعطيك صحيحتك، الله يا بنيتي شوري اول ما تشوري تنوري. فتبدا هذيك البنيه ولا الكنينه هي تتنطط زي العصفيره، وتبدا زي الحميمه تعول عليك. لكن كان تبدي تقولي جايبينها لك خديمه، يقولوا وخشمها منقوب حشا وجهكم، وتقعد عاد تخدم فيك وانت كانها جايبينها لك بالفلوس، لا يا ودع، هذه مرت ولدك، هذه اللي بتجيب ام صغارك، اللي بيقولوا لك يا ميمه بيقولوا لك يا حناي، هذه انت لازم حتى انت بتردي بالك وتبي هنا ولادك، ما تبيش ولدك يتنكد، ما تبيش يروح من الخدمه تلاقي امك كشخت علي، امك دارت لي، امك خدم يعني يخدم في الشارع ويخش متنكد. هذه كلها احنا نبغوا نجنبه. لا الكنه تطيع عزيزتها وتكون زي فعلا اميمتها واميمتها الحقانيه، لان اميمتك هذيك هاوني عندها كناين وبدت ام لناس ثانيين، وانت هذه الام الحقانيه اللي بتعاشرك وبتعاشرك عقاب عمرك، وبتشد لك صغارك وبترد بالهم منهم، وكان مرضو هي اللي بتعاونك، كان شرق العيل هي اللي بتجيك، كانت بعيانه وانت تاعبه هي اللي بتعاونك. فانت هذه الام الثانيه
اللي بتكملي معاه عقاب عمرك فردي بالك حتى انت منها بنيتي. وكان كشخت هذه مرأة كبيرة وحتى هي تبدأ خلوقها حنيك في نكبر ويبدأ خلوق نضيقات وما تحملوه زي ما كنا صغيرين. يعني نبدو مرات خلوق يجيبهم ربي والله، ونبدو حتى من أقل حاجة نتغششه ويبدأ خاطرنا رقيق. وخصك العزيزة اللي يبدأ يموت شبنيها وتقعد متنكدة وتحس بالوحدة، وانتم عادة تلايم وانتم في جهة بروحكم وهي تخلوها موبية في دويرة بروحها، حتى هذه ما يصيرش منا بنيتي. هذه راهي زي ما انت هذه دار تكنى، فبتقول لك المثل اللي يقولوا يا كنينتي سيرك تكنني، اللي بتديريه توا فيها العزيزة بتدير كنينتك فيك. فاحنا نجو نتفقوا، أنا عزيزة وبندير الباهي وبندير إن شاء الله الكويس، من عيد أنا كنت كنا باش شني باش كنينتي مرية ولدي تردهولي. باهي اتفقنا يا عزيزة يا اللي أنتوا قاعدين صغيرين وقاعدين كيف درتوا كناينو، فلازم أنك أنت تبي تديري في كنينتك بتديري في عزيزتك الحاجة القنينة اللي تتمني أن كنينتك وان شاء الله ان شاء الله كناينك كلهم يديروهولك. عرفتوا؟ راه يا داير يا لاقي، ما فيش حوايج تديريها الا لازم بتلقيها. دللتي عزيزتك وطيبتي لها الشاهي ودرتي لها دويها في وقتها وخيراتها في وقتها، باذن الله باذن الله الا ما يديرولك كنايناتك. نكدتي عليها العزيزه وحرفتي لها عيشتها، ويعني بصراحه حتى هي راهو تبي صراحة بصراحة حيدروا لك كنيناتك، راه الدنيا خلاصها فيها. فكل امرأة ذكية دير لكنيناتها الحوايج القنينة باش غضوة بعد غضوة أنا تبي تديره لي كنتي، وأنا نبي ندير اليوم الحاجة الباهية باش نتقضاها غضوة. فرد بالكم رد بالكم من هالقصة. السلفات حتى أنت سلافتك هذه زي وخيتك، لازم ما نقولوش سلف مركب السلفات حارت، معليش انتم عشيرات العمر وعشيرات العمر ديما، دويرتك بجنب دويرتها ولا حوايجك بجنب حوشها ولا بيتك بجنب بيتها، لازم تتعاشروا وخيينكم بيكونوا خوت، لان دم واحد ولقب واحد. وكان مرات بنت سلفك بتاخذيها كنينتك، مرات ولدك بياخذ بنت سلفك، فيا راهي ما كمش منفك من بعضكم. فلازم تتعاشروا على الحلوه والمره، واللي ينقص حوز سلفك لازم انت توديه وترفعيه بدون جميلك، لان هذا خوت ودم واحد ولازم تعاون الخو هذا يعاون الخو هذا، مش لازم حتى توصل للتريس مشاكلكم وعراكم ولا سوء الفهم اللي يصير. خليكم دائما احباب وقنينين، وخليكم دائما ما تتزردوا في حوش العزوزه الا على الهنا وعلى الخير، ودائما تقول له والله ما شاء الله اخوك لقى ولادي بكري مد له هذيك الحاجه، جايب ما شاء الله سبيزه لحوشه بعث لنا منها، حتى حوجه بسيطه كبريها انت، كبريها في الخير. علاش؟ باش يكبر الود اللي بين خوه وخوه، وتعيشوا في عيشه طيبه وعيشه قنينه، وغدوه ولاداتك تلقي من يلين ما بيناتهم. لكن يا للا زي ما قلت لك احساب الدنيا فيها، اليوم فرقتي ما بين لوخيين، استني غدوة شن يصير لولادك. هذه حطيها حلقة في ودنك، كل واحدة لنا نانا تسمع فيا، كل بنية تسمع فيا، راهو يا داير يا لاقي. اليوم فرقتي انت ما بين أخيين، ما بين راجلك وسلفك، راهو غدوة أولادك حيجوا انت يا احنا نقولوا ونسوين، وحيفرقوا ما بيناتهم وحيعيشوا كل واحد في جزيرة. كان توا عايشين كل واحد في بلاد، حيعيشوا كل واحد في جزيرة. راهو الجزيرة هذه راهي صح، راهو مرات يسكن واحد يسكن احنا نقولوا في الظهر واحد في شلوم، يقعدوا بالسنتين بالثلاثة ما يشوفوش بعض. شنو معناها؟ معناها ساكنين في كل واحد في جزيرة. راهي الدنيا صعبت، والدنيا بدت راهي واعرة واعرة منا احنا، مش الدنيا، الدنيا زي ما هي، لكن احنا نفوسنا تغيرت، فخلينا نغير نفوسنا للحاجة الطيبة والحاجة الباهية اللي تبي تلايم ما بيناتنا وما بين عيلتنا. بعتاني في حوي بنيات قنينات اسمهم لحموات يا وخيتي قنينهم، لحموات كانوا صبايا في الحوش، خليهم حنينات على نساوين خوتكم، وخليكم سركم مع بعضكم، وخليكم تهدرزوا مع بعض، وتعطوهم الامان وهم يعطوكم الامان، ولا تعاودوا على بعض. حتى شفتوها دارت حاجه غلط ما تعاودوش لي امكم باش امكم ما تزعلش، حتى انكسرت منها معون لا سمح الله، قيموا درقوه وخلوا بعتاني ربي ان شاء الله يخلف لكم، وما تعاودوش لامكم باش ما تنكدش عليها الكنينه. انتم باش تلقوا من يستركم، بعتاني دارت طيبه حاجه وانحرقت لا سمح الله، تعرفوا احنا العزيزات النقرزوا، فقيموا ديك الحوجه بسرعه وغيروها
كان عاد طنجره مبكبكه وشيطت، جيب اميها وحط الطنجره كلها في الاميه ان شاء الله ينقص شنط الشياط وتمشي اموركم. فبالله عليكم استروا بعضكم، استري نسيمين تخوت، وانتم حتى انتم يا اكنينات استروا احمياتكم وردوا بالكم منهم. مش كان داروا حوجه لا سمح الله نتاع نقول احنا نتاع شباب ولا نتاع مراهقات صغيرات تقعدوا عاد تدوا للجارات، والله حماتنا لقيناها تتكلم في التليفون، حماتنا لقيناها لابسه شبح شنو حماتنا وتطلب تشرت لهم لا سمح الله، حاشا قدركم في عرضهم. هذوما البنيات راهم عارهم عار رجالتكم وراهو عار ابنويتكم، فرد بالكم هادو زي وخياتكم لنا خوت بنويتكم حماواتكم خوت بنويتكم، لازم تردوا بالكم وتراقبوهم وتشوفوا ان هم يعني عرضكم عرض واحد، لانكم يسدكم كل بيت واحد، يسركم غطاء واحد، يسركم بيت واحد. فاستروا عورات بعضكم، لان حتى الله سبحانه وتعالى قال لك من يجري يعني تبع عوره اخيه لين يكشفها ربي راوي يتبع عورته لين يكشفها له، واللي يستر عوره اخيه ربي يستر ان شاء الله دنيا واخره. فنبيكم تبدا عويله قنينين، وانت يا بنيتي ما تقعديش ناصبه، احنا نقولوا سقايتك لمرت خوك اهي دارت اهي ريتي ما غصتش المعين كويس، ما مسحتش الطاوله، البوفيه هذاك قاعد بغبرته، دادا دن تقولي جايبينها لكم شغاله. لا يا للا، انت غدوه بتديري بيت وتكمي فيه الجو اللي تبيه. وبعتاني حبيبتي معليش بنيتي، خلي فرصه لمريت خوك، لان هذا الحوش حتبقى في حوشها، وبعد عمر طويل حيبقى هي ام الحوش، وكيف تكبر هي بتبدا عندها الكناين، وبتبدا ان شاء الله بعد عمر طويل تبدا في مكان ميمتك بالهنا، وهي اللي بتعمر حوش خوك. مش قلتي مرحبا يا مرت خويا معمره حوش بوي؟ فتو ما تزعليش، خليها تعمره ان شاء الله بالولاد وبالبنات، وتعمره بلاتات الجنين، وخليها تشري على ذوقها، حتى هي راي هذا حوشها حوش العمر. انت بنيتي بيجيك نصيبك وبترحلي مرحول ثاني، انت ان شاء الله يجيك العتب ابرك من اللي خلتيها، وان شاء الله يقولوا البيت العز مشيتي منه ديري زيه واحسن منه، ان شاء الله يجيك بيت عز وتديري الحاجات الجنينه اللي ان شاء الله ما ينقص عليك شيء، وان شاء الله كل شيء باهي تديريه في حواشك اللي بيجيبه لك نصيبك، وان شاء الله تفرحي بكل حاجه جنينه انت بتديريها. فخلي فرصه لمرت خوك، خلي لها تربي صغيرتها، وخليها تتعاشر بعشرة طيبة بينها وبين ميمتك، وخليك بنيتي محضر خير، خليك محضر خير بيني وخيك لما يجي رجلها ينشد شني بالله سلوبها معاكم، ونقول لها ما شاء الله عليها بنية ناس ومؤدبة، والله صوتها ما نسمعوا فيه حتى كانها كشت ولا نشت مرة ولا تضايقت من هد لأن بيت جديد وأهل جدد، فلازم تصير لها الضيقة ما تواخذيهاش، لازم تساعدي بالك معاها وتساعدي وقتك معاها، باش أنت يا غالية تلقي من يساعد أحوالها معاك، فهي يقولوا يا داير يا لاقي. فلازم ان احنا نبوا نستانسوا ببعضنا، احنا عويله وحيده، وخلوا هالعلاقه اللي احنا سميناها العلاقه الابديه ما بين الكنه وعزيزتها، وما بين اللي بتولي بتكنن ودير كناين حتى هي، وما بين السلفات، وما بين الحموات، وما بين الحميه ومرت الخو. هالعلاقه نبوها ان شاء الله ان شاء الله تكون ما بيناتهم الود، وما بيناتهم العشره الطيبه، وما بيناتهم القدر. ولازم لازم تبي ميزان، الميزان من هو؟ الميزان الراجل العاقل اللي ياخذ بخاطر امه ويسمع كلامها وبش يلوحها، بس حتى بيعاتب مرته يعاتبها بادب ويعاتبها باسلوب كويس، باش معش لو كشت ولا لا قام تحس على امك تعرف انت كيف تادبها بطريقه مؤدبه وطريقه كويسه. ونفس الشيء لو مرتك لقيتها تبكي من عزيزتك حاول تاخذ بخاطرها، ومعليش هذه ميمتك وهودي بخاطرها كانك بتاخذي بخاطري، وانا راهو دلالك في امي، انا حندللك ومش حننسالك دلالك في امي. وهالكلام القنين اللي فعلا يرطب وفعلا يخلي العشره تكون عشره ناس مقومين، وعشره تبدا طيبه، يبدا فيها الشباني ويبدا فيها العزوز ويبدا فيها الكنه والحماوات ويبدا فيها السلاف، وكلهم ما يتصلحوش ما تسمعش الكنه الا نعم يا سيدي ونعم يا نعم يا لاي، وهم تقولها تعالي، والعزوزه تقول لكنينتها تعالي يا للا، والشباني يقولها تعالي يا بنيتي، وهي تقول نعم يا سيدي، والامور كلها تمشي معدله وقنينه. هذه كلهم ربايه النانه الكبيره اللي ربتهم على القدو وربتهم على الصوت. ان شاء الله ربي يحفظكم ويعدل الايام ما بيناتكم، وان شاء الله ديما تكونوا متلايمين على الخير وعلى قصعه واحده ومتجمعين عند النبي ان شاء الله كلكم. نتلاقوا في حلقه جديده من النانا.
Thank you.